تحية طيبة مشاهدي الكرام أينما كنتم من القناة الرياضية في تلفزيون دولة الكويت. فرحة كبيرة عاش الشارع الرياضي في تحقيق البطل الأولمبي عبد الله الرشيدي الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، لتؤكد الرماية مجددا أنها الوجه المشرق لرياضتنا ومصدر السعادة الأولى. اليوم في الاستديو وعبر هذه القناة نتشرف باستضافة أبطال الرماية بعد وصولهم يوم الأمس والاستقبال المميز الذين حظوا فيه، وراح نتكلم بشكل مفصل إن شاء الله حول هذه المشاركة. طبعا هناك من يسعد ذاته في الوصول، وهناك من يسعد شعب بأكمله عندما يحقق بطل تاريخي مثل هذه البطولة. نشوف هذا الفاصل ومن ثم لنا عودة للأبطال. تواصل الإنجازات وتحقق باسم دولة الكويت لأبطال توجوا هذه المجهودات الكبيرة لشبابنا الرياضي، وباعتبار أنهم نجوم كانوا وما وسيظلون إن شاء الله بإذن الله تعالى دائما وأبدا يعني يرفعون بيرقنا وراية الكويت خفاقة في كل الميادين. نجوم سطروا أبرز الملاحم، ونحن نتمنى بإذن الله تعالى أن تتم وتستمر مثل هذه الإنجازات. عندنا الرامي المميز عبد الله الطرق الرشيدي، والرامي منصور الرشيدي، والرامي طلال الرشيدي، وأيضا الكابتن عبد الرحمن الفيحان نتمنى له السلامة لبنته. طبعا اعتذر لظروف خاصة، نتمنى لها إن شاء الله السلامة، وإن شاء الله نلتقي فيه في مناسبات قادمة. في البداية دعوني أرحب بالنجم وإحنا سميناك قمر الكويت. بارك الله فيك. الحقيقة أنت أفرحتنا وسعتنا، وأنا أبي أبدي وياك بشكل يعني ليس اعتيادي. شنو أصعب المراحل اللي ممكن يعني يحس فيها البطل، سواء قبل فترة الإعداد أو أثناء البطولة، وخاصة إحنا نعلم أن الجائحة يمكن أثرت بشكل كبير على جميع النجوم في كل دول العالم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشكر تلفزيون الكويت قناة الثالثة لدعمهم اللامحدود لرفع مستوى الرياضة وإظهارهم على وجه مشرف. أصعب اللحظات هي أنك قاعد تعمل لرفع علم بلدك وتخاف من إخفاق هذا الإنجاز أو تخسر هذه البطولة، هذا أصعب شيء عندي أنا أني أعمله، لأني بذلت جهد كبير وسنوات طويلة من ريو جانيرو إلى طوكيو، وحنا نشتغل يعني هذه فاتت 5 سنوات وحنا نشتغل، بالأخير نطلع ما حصلنا شيء. هذا هو اللي الصعوبة اللي جتني، و يعني حسيت أني يعني فيني خوف، رغم أنه بالسابق أدش البطولات بدون خوف، لكن المرة خفت لأني خوفي أني لا أرفع علم الكويت، علما بأني في طوكيو في جانيرو كنت تحت العلم الأولمبي وكنت أتمنى أني أرفع علم الكويت، لكن بالنهاية هو بالنهاية نعم رفعت علم الكويت لا شك، هو شيء أسعدنا. منصور طبعا إحنا
مبارك لك حصول يعني كابتن الكبير عبد الله الطرقي الرشيدي على هذا الانجاز باسم الكويت، لكن ايضا وصولكم وتحقيقكم هذه الارقام وبالتالي المنافسه بحد ذاتها هو شيء كبير. انا بسترق السؤال حقك وليس حق ابو طلال، على اعتبار ابو طلال خبره ميدانيه كبيره ويمكن تعاصرته وعاصرت الاخ فهيد الديحاني نجمنا ايضا الكبير والمحبوب. شلون كنتوا تتعاملون وياهم؟ شلون كنتوا تستلقون منهم خاصة مثل هذه الخبرات في مثل هذه البطولات؟ وهو يعني يقول أنا كنت خايف رغم أنه ما شاء الله خبرة وبطل يعني منذ سنوات طويلة. أول شيء في البداية أمسي عليكم ومسي على مشاهدين دولة الكويت ودعمكم لنا في تلفزيون دولة الكويت، هذا يعتبر فخر لي ولرماة الكويت ولاعبين الكويت اللي شاركوا في طوكيو. للامانه يعني احنا اول شيء فرحانين ان حصل البطل عبد الله الطرقي الرشيدي على برونزيه لعبه سكيت. للامانه يعني مشاركتنا في هذه اللعبه، ابو طلال بيض الله وجهه واستاذي في اللعبه هذه، ودربنا انا ويا طلال في السكيت ودخولنا للرمايه، لكن مشاركتنا في الأولمبيات يعني كانت تجربة حلوة وأول مشاركة لي، فكانت يعني ضغوطات قوية وخاص في الفترة الحالية مالت الكورونا هذه إجراءاتها شوي جدا صعبة. يعني مو صعبة فوق الصعبة، لأن احنا واجهنا للأمانة أمور واجد، يعني حتى لو يوم شاركنا هناك كانت هي بدايتنا في الأولمبيات، لكن شفنا شيء صعوبة في كورونا. يوم جينا هناك قالوا لنا من الفندق للنادي، من النادي للفندق، يعني تحس خاصة اليابانيين يعني مضبوطين مثل الساعة، يعني ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن. نعم. فكانت تجربة للأمانة يعني شوي صعبة. نعم. في مشاركتنا في الأولمبياد. طيب بطلنا، يعني تحذيراتك، خلينا نرجع في البداية، تحذيراتك مثل هذه البطولة وانت يمكن عشت تجارب سابقه في بطولات العالم وفي ريو دي جانيرو وايضا حققت انجازات كبيره باسم دوله الكويت وهذا شيء نفتخر فيه جميعا، لكن هذه الاولمبياد كانت خاصه على اعتبار انها هي ضمن جائحه عالميه كبيره، شلون كانت تحذيراتك في البدايه حتى ما وصلت الى وحافظت على مستواك وان شاء الله باذن الله تعالى تقدم لنا حتى ابطاله؟ وانا بسترق منك شغله ايضا انت قلتها اثناء التقارير اللي قدمها لنا زميلنا عبد الرحمن السيف، قلت ان انا عندي خطه للمستقبل راح اصعد حتى في الجيل بشكل مميز، لكن جاوبنا على التحذيرات في البدايه. طبعا هذا الشرح راح يكون طويل ويصعب علي اني اوضحه لكم في هالفتره القصيره جدا هذه، ولكن ان شاء الله انا بدات في عمل جاد ما بعد اولمبياد جانيرو، يعني صارت عندي خطه اني اعمل لابتكار شيء جديد لرفع مستوى الرياضه الكويتيه والعربيه الفترة هذه، وكنت أعمل عليها للتأهل للأولمبياد نفس الفترة، ونفس الفترة كنت أعمل على ابتكار اللي هو الستوك، هو الأخمس مال البندقية الخشب، كنت أبتكر شيء جديد، صناعة يعني كويتية وابتكار جديد لي أنا. نعم. فابتكرت شيء مميز ممكن يساعد على تطوير اللعبة، هذا يطور اللعبة. نعم. وراح أخذ فيه براءة اختراع إن شاء الله في المستقبل، وراح يكون هو أفضل ستوك في العالم إن شاء الله، إن شاء الله. إذا الله وفقني. إحنا راح نتكلم عن البندقية بشكل كبير. هذه نعم. العمل الكبير هذا اللي هو خلال 4 سنوات أعمل الستوك الخشب وأعمل لدراسة لتطوير مستواي ومستوى العرب كلهم. نعم. وأعمل للتأهل للأولمبياد طوكيو. نعم. فما قدرت أوفي في الثلاث، ولكن في آخر بطولة تأهيلية ما قدرت أتأهل فيها وتأهلوا أخواني، وبعدها أنا يأست من المشاركة ودعيت لهم بالتوفيق، وجاني نفس الوحي أو نفس الحلم أن عبد الله استمر، ترى ممكن يليك نصيب بالمشاركة، فقعدت استمر بالتدريب وشارك في البطولات وما وقفت التدريب، حتى يقولوا لي الناس اللي حوالي انت مو متاهل للاولمبياد، ايش حق ترمي صبح وعصر؟ قلت عندي امل ان شاء الله. ففي قبل الاولمبياد تقريبا 10 ايام قبل البطوله بالضبط اتخذوا القرار باني انا اشارك. ففي خلال 10 ايام هذه حاولت اني استعد بالكويت، ثم
انتقلنا الى معسكر في طوكيو وكملت المعسكر، ورغم ان اشتغل صبح وعصر ولكن وصلت مستواي الى 70%، ما كان وصل 100%، ولكن اشتغلت بالخبره. الخبره اشتغلت اني اضيف هالثلاثين على السبعين عندي واوصل الى على الاقل ما وصلت اليه. فالحمد لله برونزيه عندي انا انجاز كبير، وان شاء الله في الاولمبيات القادمه راح تكون ذهب باذن الله. ان شاء الله باذن الله، واكيد الطموحات ما توقف على اعتبار ان يعني ابطالنا عندهم القدره ويحتاجون فقط الدعم وتوفير الاجواء المناسبه، واتوقع يمكن نادي الرمايه وفر مثل هذه الامور، ويمكن شاهدنا الانجازات منذ قديم الازل وليس فقط في الاولمبيات الاخيره. عندنا تقرير اسمه الطرقي عنوان السعاده، نشوف هذا التقرير الله ولا لا. شكل نجما الكرة الكويتية المرعب جاسم يعقوب والفارس الأسمر فتحي كميل مصدر إلهام ونموذجا يحتذى به لصائد البرونز الرامي المخضرم عبد الله الطرقي الرشيدي، الذي سار على نفس النهج في إدخال البهجة والفرحة في نفوس أهل الكويت. الطرقي الذي كان يمني النفس بأن يصبح لاعب كرة قدم ليحظى بنفس النجومية التي عرفها نجوم العصر الذهبي، وجد ضالته في الرماية التي كان يمارسها منذ الصغر على سبيل الهواية في رحلات الصيد والقنص. لم يحتاج الرامي الطرقي وقتا طويلا ليثبت نفسه في عالم الاحتراف وليدون اسمه في فترة وجيزة كأول رامي عربي يدخل التصنيف العالمي لمنافسات السكيت، ثم توالت بعد ذلك الإنجازات التي تخطت حدود المحلية ليصبح بطلاً للخليج والعرب وآسيا والعالم في العديد من المناسبات والمحافل الكبيرة. لطالما كان حلم التتويج بميدالية أولمبية يراود عبد الله الطرقي، حيث لم يحالفه التوفيق في خمس دورات على التوالي لتصيب بندقيته الحلم الهدف أخيراً في أولمبياد ريو 2016، عندما ظفر بالميدالية البرونزية ليصنع المجد في العرس الأولمبي. وفي ألعاب طوكيو 2020 كان الطرقي على موعد مع إنجاز ثاني ببرونزية جديدة، أكد من خلالها أن العمر مجرد رقم، بعدما أصبح خامس أكبر رياضي يصعد لمنصات التتويج في تاريخ الأولمبياد في سن 57. لكن يبدو أن للقصة فصولاً أخرى لم تروى بعد، حيث أعلن البطل عبدالله الطرقي التحدي للمنافسة على الذهب في باريس 2024. تقرير جميل، ويمكن في بدايته شاهدنا يمكن صورة أو هدف للمرعب وهدف للفارس الأسمر. علاقتك فيها بنجوم يعني، وأنت يمكن في يوم من الأيام كان طموحك أنك تصل للنجومية لكن وصلتها عبر باب اللعبات الفردية. بالنسبة لطالنا جاسم يعقوب وفتحي كميل وفيصل الدخيل والعمري، نعم، كانوا يعني كان يعشقهم حتى اللي ما يعرف الرياضة. يعني أتذكر يعني في موقف، يعني هذا ترى صعب يمكن الكثير ما يعرفه، عندي والد حياته بالبر ما يعرف الرياضة، فلما كانت بطولة لما تأهل الكويت إلى المنتخب إلى كأس العالم، نعم كأس العالم، كان يقول إذا بشرتوني في جول كل واحد له دينار. كنا ننطر بس الجول، فكان هذه البطولة جابوا 5 أجوال أتذكرها في التصفيات، في التصفيات تقريبا، لأن في النهائي هدف فيصل الدخيل وهدف لعبدالله بلوشي، فكنا نفرح يعني نفرح، حتى يعني اتذكر الشايب اللي ما له شغل بالرياضه كان يفرح فيها. اليوم ما هي مثل الفرحه السابقه، ولكن ان شاء الله بالفردي انها تكون ترجع الفرحه. بس انت الحين اصبحت نجم من هؤلاء النجوم ان شاء الله، ان شاء الله بالفردي بالالعاب الفرديه وبالذات الرمايه باذن الله راح تكون يعني فرحة في السنوات القادمة أكثر إن شاء الله. إن شاء الله. وأنت تشوف مثل هذه الأمور وتسمع حديث يعني أبو طلال، يعني فعلا رجل يعني يعطيك انطباع أنه هو عنده طموح ما راح يوقف. أنت شنو طموحك منصور، وشلون شفت انعكاس وجود أبو طلال وياكم في المنتخب؟ والله للأمانة يعني أبو طلال قدوة والشهادة فيه مجروحة. ما يحتاج يعني للأمانة.
ما شاء الله عليه ابو طلال، الله يعطيه طولة العمر والصحة ان شاء الله. امين. للأمانة يعني احنا نطمح للي يطمح له، يعني البطل الاولمبي عبد الله الطرقي وزود بعد، يعني احنا نطمح على الذهبيات ونطمح هم اذا انجزنا ما راح نخلي الطموح هذا يعني يستمر في السنين القادمه للامانه. طيب تعامله وياكم هو كبطل عالمي كايضا بطل في الاولمبياد، شلون قدرتوا تاخذون من خبرته تتفاهمون وياه وتستقون من يعني هذه الانجازات اللي هو حققها؟ ابو طلال للامانه يعني دائما خلينا نقول خليك منافس، يعني دائما تنافس، يعني حتى مره شاركت انا وياه في بطوله. نعم. فاستعدلنا انا وياه على الاول والثاني. فانا كني يعني ارتخيت شوي، قلت عمي ولازم اني ما اقدر اسبقه. اي يعني للامانه قال لي لازم تنافس، عمك اخوك ابوك في اللعبه الفرديه. نعم. فهذا يعطيك دافع لا شك انك تنافس ما توقف في كل لعبه للامانه. نعم. فهذه نعم. من التعليمات اللي نعرفها، يعني هو اللي يقول يحب الخير للناس. نعم. ما يحب الخير. عشان كذي الله موافقه يعني. والله ان شاء الله ان الله يوفقه ان شاء الله. طيب ايضا منصور سؤال لك، يعني عبد الرحمن الفيحان بطلنا الكبير، وايضا منصور وانت وطلال، يعني انتم كثلاثي شلون كنتوا ايضا تاهلكم وشلون كنتوا تتابعون البطوله؟ شنو ايضا طموحاتكم حق يعني اذا كان هناك بعض الاخطاء، ولا شك ان هناك اخطاء، لكن تحذيراتكم، المشاكل اللي ممكن وقعتوا فيها وايضا ممكن نستفيد منها حق الاولمبيات القادمه ان شاء الله. للأمانة بفضل الله يعني احنا ان شاء الله ما واجهنا مشاكل، كوننا للأمانة ابطال عالم فعارفين المشاكل اللي بيننا، يعني اذا في مشاكل احنا ما الحمد لله يعني رحنا فريق واحد، مو فريق واحد والله اهل. نعم. يعني اخوان للأمانة. اكيد. يعني يعني اخوان لدرجة يعني لو شغلة بيني وبين رفيجي ما يعني نغيرها لاي شغله ثانيه. نعم. فحنا يعني نساعد بعض حتى في لعبه اللعبه الثانيه، يعني هم تراب يعني ما نقصر وياهم، وهم لعبه التراب طلال وعبد الرحمن. نعم. هم ما يقصرون ويانا وهم يعطونا في بعض المرات يعني شغلات حنا يمكن غافلين عنها، فالحمد لله حنا يعني يسرت الرمايه خاص يعني للامانه اهل واخوان للامانه. وهذا شيء مميز الحقيقه لابطالنا، خاصه يمكن في وقلنا يمكن في البدايه بدايه الحلقه ان نادي الرمايه وفر كل شيء، ومنها هذه الروح بطلال اللي يمكن انعكست عليكم كلكم وعلى ايضا نجومنا القادمين بقوه، وعندنا ايضا نجوم قاعد تاهلونهم بشكل مميز. هذه الروح شلون توصفها؟ طبعا هذا هو النجاح، اذا ما كانت روح واحده، لان المقولة تقول أن النجاح لازم يقف على ثلاث. نعم. الثلاث هي الموهبة، تكون موهوبا و تمارس هذا التدريب وتعشق هذا التدريب، تعشق هذه اللعبة. نعم. إذا ما عشقتها ما تنجز، فإذا ما صارت فيه روح أخوة في النادي ما تعشق اللعبة، حتى لو كان ودك تتدرب تشوف مشاكل تبعد عن النادي، فلا صار فيه حب بينكم كأخ تفضل أنك بدل لا تروح الديوانية ولا تروح كذا تروح للنادي، فوصولك في النادي هو اللي يرفع مستواه، فالمفروض على كل نادي أن يحاول أن يتسامح، أن يحاول أن يغض النظر عن بعض الأمور، أن يتجاهل، أن إلى آخره، يحافظ على هذه الروح، حالة يحافظ على الأخوة لو من طرف واحد. نعم. على ما قال من حب من طرف واحد على الأقل لرفع مستواك أنت نفسك، فهذه المحبة. طيب ايش معنى ابو طلال يعني اخترت هذا النوع من المسابقات؟ احنا ندري انه في سكيت وفي تراب وفي دبل تراب، انت ايش معنى تخصصت في هذا المجال؟ والله أنا وانت ما شاء الله عليك يعني ترمي كل شيء. والله انا جربت يعني سويت تجارب كذا كذا، لكن لكن خلينا نمزح وياكم شيء نضحك بالحركه هذه. لعبه الكوره يعني كنت واحد يغدر نفسه لازم ما يصير يعني يقط نفسه قط. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. ايام كنا نلعب كوره. نعم. وكلنا مارسنا الكرة، كنا بالشوارع. نعم. قبل نلعبها. نعم. كنا يعني تقريبا. نعم. نطلع يلا انت رئيس وانت رئيس. انت اختار واحد وانت اختار واحد حتى نخلص. نعم. فكانوا يختارون كل واحد واحد واحد، ابقى انا يقول اخذه معاك، ذاك يقول لا اخذه معاك، ما يعني من
رد اللعب فالكوره ما اقدر اتاقلم معاها. نعم. فبعدها بنيت على موهبه اجدادي. اجدادي يعني كانوا موهوبين في الصيد والبندقيه، والوالد صياد ويحب القنص. القنص نعم. فقنصت معاه الى اخره، فصرت صياد مشهور قبل لا ادش الرمايه، فكانوا تضرب فيني الامثال في الصيد قبل لا ادخل الرمايه. نعم. فبعدها دعاني شخص الى نادي الرمايه فعجبت بالشغله. تذكر اي سنه كانت هذه؟ اي موسم اي سنه؟ هذه السنه كانت 82. هذه دخلت الرمايه سنه 82. نعم. وبلشت فيها فتره وكانت مصاريف عاليه وما كنت اقدر ادفع فلوس الذخيره وكذا، فطلعت ووقت مقناص، حنا نروح البر العراق نقنص، فرحت قنصت. وبعدها رجعت الى اول بطوله اقيمت في يعني شيء ضخم كبير، بطوله سمو الامير رحمه الله الشيخ سعد العبد الله. نعم. سنه 97. نعم. 87. وبعدين 87 بلشت فيها. نعم. الى يومنا هذا. طب منصور ايضا يعني يعني شيء بشيء يذكر، انت شلون دشيت النادي وشلون حبيت هذه يعني الهوايه، وشنو ايضا تمنياتك وطموحاتك بالنسبه لك وايضا جيلك اللي كانوا موجودين؟ للامانه انا احب المقناص، يعني عشق المقناص حيل. ف المقناص يعني يوقف في كل دول العالم خاص في الوقت الحالي. نعم. ف ب 2009 دشيت نادي الرمايه. فيوم دشيت نادي الرمايه ابو طلال يرمي وانا احب ابو طلال اذا فاز في البطولات الخارجيه. نعم. فقلت بطمح اني اخذ بطوله العالم او اشارك في الاولمبياد. فكان طموحي بعيد يعني ما كان طموحي على الكويت وشي. فيوم نافست اول مره في الكويت فكان مستواي يعني ضعيف حيل، لان اللعبه تطلب سلاح، تطلب شغلات تكنيكيه في داخل السلاح. فهني وجهت حق ابو طلال، قلت ابو طلال لازم اني يعني استفيد من خبرتك. استفيد من خبرتك. نعم. فالله يجزاه خير يعني عمل لي ستوك في الرمايه وقمت انافس على الرغم، فكل ما الرغم يصعد وياي لان اخذت دخلت الفاينل 6 رمى. فبعد الفاينل طمحت على الاول والثاني، قلت ابي الثالث بس. نعم. ونهايه الموسم حصلت على المركز الثالث. هذه باي بطوله؟ في بطوله محليه. بطوله محليه. نعم. فانتهى الموسم في شهر 5، ويوم جاء شهر 9 جيت في كل قوتي. قلت خلاص الحين انا رماي وبطل. قلت خلاص أدخل انا الحين رماي وبطل. فاول يعني مشاركه لي يعني يوم شاركت رميت 120 رغم يعني غوي حيل. فحنا كان الرمات الكويت ما شاء الله كان وقتها يعني في جيل الامانه ابطال عالم ابطال اسيا. لا شك. يعني ما تقدر انك تدش بينهم الا في رغم قوي. نعم. فرميت 120 وكان المدرب جاينا الكويت فاختارني اشارك في بطوله الخليج ب 2012. نعم. فاول دخولي للفريق ب 2012 منتخب الكويت، فمن قل خبرتي رميت في اول اربع جولات في بطوله الخليج رميت 97%. فاخر جوله شفت الرقم فارتبكت شوي. فقلت الظاهر انه لازم استمر على المستوى. فطلع من قله خبرتي اذا ارتبكت يعني من الرقم وشغله وشفت نفسك مرتبع يطيح مستواك. صحيح. فالواحد لازم يخلي نفسه تركيز وصفه ذهنيه. الحمد لله اخذت الخامس على الخليج نعمه من الله. نعم. وعقب بعد استمريت في المنافسه. لا شك. كابتن عبد الله يعني انت مفخره ويعني الحقيقه تعتبر يعني مثال لكل الرياضيين بشكل عام. ليش تميزنا؟ لا تكبرني حيل عاد ترى اطير كثير. لا انت حين انت مو تقول كانوا عندك امثله لما دشيت الرياضه انت الحين تعتبر مثال يعني. بارك الله فيك. الله يسلمك. خاصه يعني للجيل الواعد والشباب، لكن انا اقصد يعني بسؤالي انه يعني ليش احنا متميزين في هذا النوع من الرياضات؟ الكويت عندها بطولات عالم وعندها اولمبيات بشكل مميز وان شاء الله نهدف ان شاء الله حق البطولات القادمه، لكن هذه الرياضه بالذات جدا متميزين فيها. طبعا الكويت اكثرهم صيادين، اكثرهم يعني نشأهم على الصيد، والصياد يعني ممكن يوصل باسرع وقت لان قاطع تقريبا نص المسافه، فانت من الدخله يطلع معك بسرعه. وبعدين
كل دولة سبحان الله تتميز في حاجة، يعني لو تقول مثلا البحرين تتميز كذا، قطر تتميز في كذا، كل فيها 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 ميزة يطلع فيها. الله الله زرع الموهبة هذه مثلا من الكويت. مثلا تقول أمريكا ألعاب السلة عندهم، البرازيل كرة القدم، دولة فيها. إحنا الله زرع فينا هذه، إذا الله زرع فينا هذه إحنا لازم نستثمرها يعني ونطورها، المفروض نطورها. هذا اللي خلاني أنا أشتغل وراح نكون إن شاء الله، هذا هذه كلمة مني أنا ومسكوها علي، راح نكون إن شاء الله أفضل مدرسة في العرب راح تكون بالكويت إن شاء الله. لأني أنا اللي بطلع عن موضوعنا شوي عشان أعطي الموضوع هذا الوقت وإحنا كلنا ملكك. بارك الله فيك. لأن في مدرسة أمريكية وفي مدرسة إيطالية. روسية وفي مدرسة إيطالية، لكن عدد الإيطاليين كم؟ عدد يعني ملايين. أوكي عددهم كذا، عدد أمريكا، عدد روسيا، لكن عدد العرب كم؟ عدد العرب أكثر منهم واجد. إذا اجتمعوا إذا اجتمعوا العرب عددهم أكبر. زين ليش ما عندنا احنا مدرسة؟ على من العرب هم أهل الرماية. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم القوي قوي الرمي، إن أباكم راميا. هو أبانا إسماعيل كان يرمي بالسهم وكان مشهور فيه. فهذا من احنا الإسلام والعرب. فليش احنا ما نطلع مدرسة وغادرين؟ ولما بحثت الوضع اكتشفت إن في أشياء عند الروس وعند أمريكا وعند إيطاليا اكتشفتهم 100%، لكن ما أقدر أظهرها لأي يستوعبونها. فاحتفظت فيها، إن شاء الله راح تطلع مدرسة عربية. أنا ما أبي أسميها كويتية، أبيها عربية. عربية راح تصير الدرج المركز الأول على مدارس هذه العالم بإذن الله. وهذا وعد مني بإذن الله إن شاء الله. وهذا يعني بإذن الله تعالى يكون حلم أيضا كبير حقنا كلنا في دولة الكويت، على اعتبار أن احنا أبطال في هذه يعني الرياضة بالذات. نشوف مدرستنا، نشوف مدرستنا ونشوف مجمع ميادين الرماية الكويتي، ومن ثم نعود. مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية من أحدث وأرقى الميادين الرياضية في الكويت والشرق الأوسط. تم إنشاء هذا الصرح الرياضي في عام 2007 وفق أحدث المواصفات العالمية والأولمبية لرياضة الرماية في مساحة 500 ألف متر مربع، ويعد من أكبر ميادين الرماية على مستوى العالم، وله الفضل في إنجاب العديد من أبطال الرماية الكويتيين على مستوى العالم. تعتبر لعبة الرماية في الكويت من الألعاب الرائدة صاحبة الإنجازات العالمية والأولمبية، لا سيما بعد أن نجح الراميان بهيد التيحاني وعبد الله طرق الرشيدي في تدوين اسم الكويت ضمن سجلات الدول الحاصلة على الميداليات الأولمبية. إذا مشاهدينا الكرام، يعني شفنا مجمع ميادين الرماية، ويمكن هو مفخرة عندنا هنا بالكويت، وأيضا خرج أجيال كبيرة وأجيال نفتخر فيها على الدوام. أرجع لك منصور، يعني والحديث عن يمكن أصعب اللحظات، ويمكن إحنا تتابعنا يمكن تصفياتكم وشاهدنا أيضا حتى التصفيات الأخيرة حق عبد الرحمن فيحان بطلنا، يمكن بدأ بداية ممتازة لكن في يعني لحظة معينة بدأ النزول عنده، هذا شو تفسر حقه؟ للأمانة يعني المنافسة دائما تصير فيها ضغوطات قوية، فمن داخل ومن الخارج، يعني تشوف أن كل شخص له مثل ما تقول ضغط في اللعبة. فإن طلعت النتيجة تخسر، هذا من طبعا من الخبرة عندنا الحين. وإذا ما طلعت النتيجة يمكن تروح، لكن أنا شنو اللي صار مع عبد الرحمن ما كنت أعلم عنه. ليش؟ لأنه ما سألته في الموضوع هذا، وهو اللي يعلم عنه. كوني أنا يا منصور أعرف شنو الضغوطات يعني اللي أو مو اللي الخطأ اللي صار عندي، فأقول لك يا
لكن اللي صار عند الرامي مثله هو اللي يقدر يعبر عن شو بس اللي صار. ما تحاول انك يعني تحطه في 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 الطريق الصحيح. بعض الاحيان يمكن الرامي ويمكن هذه يفيدنا فيها ابو طلال بشكل اكبر، لكن انت يعني ك ك ك يعني مقبل على بطولات قادمه ان شاء الله كبيره، اذا صرح لك زميلك تزعل اذا قال لك مثل هذه الانتقاد او هذه النقطه يجب ان تركز فيها بشكل كامل؟ مو وقت البطوله. تكون طال عمرك قبل يعني البطوله في مثلا شهر شهرين كذي ما عندك مشكله، لكن احنا عندنا يعني من خبرتنا ومن اللي واجهناه في البطولات الخارجيه ما حد يجيك كل الرماة يعني ما يقدرون يجونك ويقولوا لك عندك النقطة هذه وأنت في البطولة. ليش؟ لأن هذه تعفسك فوق تحت. نعم. ودك أنك بس تركز في البطولة. لا إحنا ما نقدر نتدخل فيه. عنده طال عمرك مدرب نادي الكويت يعني مو مقصر يعني حاطنا من أفضل المدربين في العالم. نعم. فأي خطأ يصير مع الرامي يكون تابع مع منه؟ مع مدرب فقط لا غير. هي احنا ما نتدخل فيه نهائيا. نعم. في شو اسمه، ويعني انا عندي ان شاء الله انه خبره، بس انه الخبره مو مثل ما شاء الله خبرته ابو طلال. اكيد يعني اللي يصلح لي انا ابو طلال يصلح لي. نعم. في امور يجيني يقول لي عن شغلات فاحنا يعني يوم. طيب على طار المدارس انت. نعم. اي مدرسه تفضل؟ والله انا بديت مع ابو طلال. اي مدرسه كويتيه؟ ابد انا والله يعني للامانه شهادتي فيه مجروح انا للامانه. لا شك لا شك. يعني جيت قبل اول ما دشيت الرمايه. نعم. وقلت له ابي اسوي الستوك اللي هو خشبه البندق، ف يعني كنت مجتهد فقام يضحك. نعم. لان احنا بالكويت عندنا ما في احد يسوي ستوكات الخشب الا في ايطاليا. فعنده طال عمرك سوالي الستوك والحمد لله وارتفع مستواي حيل حيل. طيب طيب على طاري البندق واحتفاظك بهذه القيمه، يمكن هذه المعلومه قالها لي هاني قبل موعدنا قبل البرنامج، ان انت محتفظ في بندقيتك يعني بشكل مميز، ما تبي تبدلها ولا تغيرها ولا، وهذا الشيء يمكن يعني ما ياثر عليك وعلى نتيجتك او عطائك، خاصه الحين شفنا البنادق الاليه تتطور بشكل كبير. لا بالعكس، بندقيتي وقفوا تصنيعها سنه 1991 اخر تصنيع لها، لا او 90 تقريبا بعد وقفوا تصنيعها. نعم. وقفوا تصنيعها لجودتها مو لرداها. لجودتها وقوه تكلفتها، فالبيع فيها قليل. إيه البيع فيها قليل. ما حد يقدر لها، فكانوا يلجؤون الى بنادق وشركات اخرى. فالشركه اضطرت انها توقف هذه وتطلع نوع اردى منها شويه. نعم. حتى يستمر البيع ويستهلك. هذه من النوع الحديد اللي يسمونه الحديد المائي اللي ما فيه فقاقيع داخل بالهواء. نعم. يعني جامد، هو يخدش السبطانة، ولكن السبطانة ما تخدشه يعني ما تخربه. نعم. السبطانة ما تخرب الماكينة. فأنا مستمر في البندقية من 91 إلى اليوم هذا، بس أبدل السبطانة. فهذه البندقية يعني ما يعني جيدة لليوم هذا. نعم. بس صارت عزيزة عليك خلاص. طب يعني طب ما تقدر تفارجها. طبعا عزيزة، ومو عزيزة علي أنا، عزيزة حتى على الشركة. نعم. الشركة طلبوا مني أني أسلم البندقية هذه لمتحفهم ويعطوني بدالها أفضل بندقيتين. أفضل بندقيتين بالشركة يعطوني إياه ويخلونها بالمتحف ويسجلون تاريخها. نعم. إن هذه أقوى بندقية في العالم، أخذت بطولات، فحصلت على 7 بطولات عالم ذهب من غير الفضة والبرونز. نعم. وحصلت على 16 ميدالية تقريبا أو 17 ميدالية آسيوية، وحصلت على أولمبيتين. نعم. فهذه تفرق عن الناس كثير، وهذه يمكن يعني إذا يسامحني المخرج يدخل وياي بس زوم على يعني الإنجاز اللي حققه أبو طلال كابتن عبد الله الطرقي الرشيدي، وهو مفخرة لنا، وأكيد يعني راح يظل التاريخ يكتب مثل هذه الإنجازات باسم دولة الكويت. لا شك لا شك انه يعني انجاز. وخلنا ناخذ راي منصور. منصور شو يمثل لك مثل هذا الانجاز قبل نروح حق ابو طلال يعني؟ اي نعم، هذا طبعا اكيد الشاعر هو من يتغزل بمعشوقته، لكن اكيد انت لك يعني بالنهايه. نعم تفضل. الامانه طبعا هذه مفخره لنا والكويت وللعرب، يعني كل الناس الرياضيين. نعم. يطمحون الى أن يوصلون إلى هذه الميدالية الأولمبياد، لأن هي أكبر محفل رياضي عالمي.
فالميدالية هذه تدخل الشخص التاريخ وتدخل الدولة هم التاريخ في الإنجاز الطيب المبارك بفضل الله ثم فضل أبو طلال للأمان. طيب أنا سألت أبو طلال قلت له شنو عيوب منصور قبلها؟ قال بس لازم يضعف شوية عشان يركز أكثر. والله شلون كنتوا تعانون هناك سالفة بالنسبة دام نتكلمنا عن إعداد الوجبات والأكلات هناك خاصة الكويتيين ما يقدرون يشتغلون عن أكلهم يعني؟ والله للأمانة احنا دائما نواجه مشاكل في التغذية إذا كنا في الدول اللي هي دائما تصير في آسيا. نعم. اللي هي شرق آسيا. فأكلهم يعني الواحد في يمكن واحد يتقبله واحد ما يتقبله. نعم. وفي هم بعد تغلبتوا على هذه المشكله هنا منو في والله احنا طال عمرك للامانه مو ما قصروا سفاره دوله الكويت في اليابان. نعم. مشكورين للامانه يعني ما قصروا هم يعني جابونا دزونا مشابين جابونا طال عمرك اكل الكويت للفندق عندهم. وانتم ابطال تستاهلون بالنهايه اكيد مهمهم يعني راحت ما يعني ما قصروا للامانه مشكورين على الامانه. نعم بالنسبه حق تفضل فحتى يوم سافرنا رحنا في الطيارة دزولنا هم بعد قال هم زبيدي يعني طبخ الكويت. نعم. دزولنا ودولنا للطيارة وإحنا ردي قال إحنا ما نخليكم لا آخر. طيب هذا يعكس اهتمام الدولة. نعم. يعني من كبيرها لصغيرها وهذا شيء أتوقع كابتن يعني عبد الله إنه يلقي بظلاله عليكم كأبطال يعني نادي الرماية بالذات دائما يحقق الإنجازات يعني خلي شوي في ثقل ومعاناة أكبر وحمل زائد أكبر على اعتبار أنه خلاص إحنا الحين من نشارك في بطولة سواء أولمبية أو عالمية خلاص ندري أنه لازم تحققون نتيجة مميزة. مو شرط هذا مو شرط ولكن هذا هو العمل المستمر. نعم. يعني نادي الرماية عندما بدأ بالشغل بدأ من 2016. نعم. بدأ الشغل لطوكيو. نعم. ما بدأ يعني انتظر إلى آخر الأيام فاشتغل من البداية المعسكرات التدريب زيادة التدريب فتح الميادين لنا لما جتنا جائحة كورونا كان يوقف الرماة اللي غير مؤهلين ويدخل المؤهلين يعني كان يشتغل معانا ما كان يوقف معانا وكان كل الشكر لهم يعني يدعموننا دعم يعني صراحة جبار جبار جدا. نعم. ف يعني شيء طيب انه فكرهم انهم لازم يأهلون اكبر عدد ممكن فاحنا بالرماية عندنا بالشوزن عندنا 4 يتأهلون فقط ما في اكثر من 4. نعم. ففضل الله أهلنا 4 ما شاء الله. اي هذا يعني شيء طيب ولكن ان شاء الله عندي امل ان شاء الله فيهم في أولمبيات القادمة لأول مرة تصير. نعم. في لعبة سكيت الأولمبياد طوكيو في لعبة الترابة الآن في مكس يسمونها رجل ومرأة مع بعض. نعم. هذه فيها ميدالية. نعم. البطولة القادمة تصير سكيت فإن شاء الله أن يصير لي حظ أنا أني أشارك كالفردي سكيت وأشارك كالمكس الزوجي. نعم. فالحين علي أني أشتغل مع واحدة من البنات لازم أهلها معاي ووصلها الأولمبياد. وعندنا بنات جاهزة. عندنا من أفضل البنات وأقوى البنات في الخليج يعني. ما شاء الله. وآسيا ممكن نوصلها. نعم. خلال الفترة هذه إذا اشتغلنا معها صح. نعم. وإذا النادي ساعدنا وإذا الهيئة ساعدتنا. بالضبط. راح أوصل إن شاء الله واحدة من البنات حتى تكون معاي في الأولمبياد ونشارك بالمكس وناخذ بدل ميدالية ميداليتين بإذن الله. تستاهلون وإن شاء الله يا رب يعني إحنا دائما نقول يعني الدولة. يعني من قيادتها إلى أصغر رجل فيها وأيضا يعني الكل كان يتابع يعني الأبطال بشكل عموم وأيضا كابتن عبد الله طرقي الرشيدي يعني أكيد في رأي للشارع وأيضا الجماهير يعني كانت تعبر عن سعادتها في متابعة أخبار هؤلاء الأبطال. نشوف هذا التقرير ومن ثم لنعود إن شاء الله. إنجاز رياضي كبير بتحقيق ميدالية أولمبية جديدة باسم الكويت عن طريق البطل عبد الله الطرقي الرشيدي اللي أصبح فخر للكويت في الميادين العالمية. طبعا إنجاز كبير هذيل الرماة قدوة لنا
بحد ذاته الإنجاز أو التأهل للأولمبياد هذا إنجاز، فما بالك إذا قدروا ينافسون ويدخلون بالفاينل والضغوطات النفسية وغيرها. بالعكس هذه القدوة لنا، شرفونا يعني ومثلوا الكويت خير تمثيل، وإن شاء الله إحنا نطمح بالسنين الجاية إن نوصل يعني للأولمبياد وننافس بالفاينل وإن شاء الله نأخذ الميداليات يعني مستقبلا. بطل معروف وبطل أولمبي ما شاء الله بعمر 57 جاب البرونزية، شيء يعني لا يوصف يعني، قدامه المستقبل إن شاء الله في باريس 24. يعطيهم العافية المشاركين اللي معاه في حوان ومنصور وطلال، يعني ما شاء الله أرقام طيبة وإنجازات كسر أرقام جديدة، فلهم المستقبل إن شاء الله بإذن الله. وهذا فخر حق الكويتيين كلهم، وهذا يحقق لنا إن إحنا نتحفز حق البطولات القادمة، وأتمنى حق جميع الرماة عندنا هني نحققون الميداليات إن شاء الله، نرفع علمنا إن شاء الله. هم اللي سووا هذا شيء كبير، والميداليات اللي جابوها شيء كبير. الحمد لله احنا الكويتيين دائما بالميداليات والصف على طول الاولى. هذا الانجاز والميداليه البرونزيه اصبح حديث الشعب في مواقع التواصل الاجتماعي اللي تزينت في صور البطل مفتخرا فيه. جميل هو الإنجاز، والأجمل هو مشاعر وحب يعني الناس بشكل كبير ومتابعتهم. أعتقد أبو طلال هذا شيء يعني يدعو للمفخرة دائما، ومثل ما كان حلمك أنك توصل مثل أبطالنا ونجومنا السابقين جاسم وفتحي وفيصل والعنبري، اليوم أنت أيضا يعني بطل في هذا المجال، وأيضا أنت قدوة يعني حق شبابنا القادم، فهنيئا لك حب الناس. بارك الله فيك. طبعا الكثير من الناس قالوا يعني ليش ما تعتزل بعد أولمبياد جانيرو أساس أنك كبرت وخلاص وحسن لك الاعتزال، طول العمر إن شاء الله بارك الله فيك وعمرك يا رب. ولكن أشوف في نفسي أنا قادر، إن على ما قالهم كثير من الناس يقول العمر مجرد عدد. نعم يعني في إنسان عمره بالثمانين وتسعين وما شاء الله صحته زينة بالضبط، فإذا صارت هناك صحة بالذات بالرماية، إذا كان هناك عندك تملك الصحة من الله سبحانه وتعالى، ثم النظر القوي والتمرين والتدريب معاك مستمر، يعني ما تحتاج للعمر. نعم. أيا كان العمر لا شك، لا شك. إيه؟ فأنا رفضت هذا الاعتزال لأجل أني أرفع علم الكويت. نعم. فسبحان الله يعني كان الناس يقولوا لي يعني أنت كبرت خلاص، الحمد لله اني رفعت على الكويت. طلال تتابع يعني وسائل التواصل وتشوف بشكل عام الكويت كلها قاعد تتابعك، نساء رجال شباب شبان حتى الابطال الشباب، هذا اللي مخليني استمر. نعم. والله ما خلاني استمر الا حب الناس. الكثير يقول لي ليش يعني ليش ما تعتزل وتاخذ فلوس بالاعتزال وكذا كذا، قلت وين يروح حب الناس؟ نعم. الناس يبون مني. بعدين ترى لازم الكل يعرف الشيء هذا. نعم. وقليل من الناس ترى ما يعرفه الا ترى معدودين على الاصابع، ان ترى في ابطال في العالم واجد بس ما قدروا من الاولمبياد، علما ان عندهم انجازات كبيره في العالم. نعم. يفوز بطوله عالم يفوز كذا لكن ما يفوز من الاولمبياد. نعم. بعدين البطل لازم تحافظ عليه لاخر عمره، ترى اذا الله عطى الانسان هذا انجاز ترى ممكن ما يعطي غيره. نعم بالضبط. أنا أذكر في دول عندهم بطل فاز في أولمبيات وكذا كذا وفاز في البطولات، بس بعد ما انقطع هذا البطل قعدهم 20 و30 سنة ما في إنجاز. نعم. نعم. فأنت حافظ على الإنسان اللي ينجز، ترى هذا من الله مو من عملك ولا عمله. نعم. من الله، فحافظ عليه لحتى أن الله يأتيك في واحد غيره. لا شك هي بالنهاية مثل ما تفضلت البداية هي موهبة من الله سبحانه. نعم. وتعالى، وراح أرجع لك في النهاية، لكن روح حق منصور كلمتك الأخيرة. منصور وشنو أبرز بطولة تفتخر فيها وشنو طموحك حق القادم؟ والله للأمانة بطولة اللي أفتخر فيها طال عمرك بطولة كأس عالم. نعم. تأهلي للأولمبياد يعني كان المركز الأول للأمانة، وطموحي طال عمرك أني أستمر في إنجازاتي وأستمر في
للأولمبيات، أشتغل للأولمبيات القادمة بإذن الله إن شاء الله باريس، وتجيب لنا بدالي إن شاء الله، وبإذن الله الأول وذهبية إن شاء الله. يعني إحنا والله للأمانة يعني ضاعت منا مني أنا بعد هم أن البندق شوي وقفت وياي في محطة فضيعة علي طبقين ما أقدر دخلتني فاينل. نعم. فطموحي إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله راح بإذن الله الأولمبيات القادمة، وهم أكرر الإنجاز بالسنين القادمة إن شاء الله. ونشوفك هنا ويانا بطل، وهذا أهم شيء، وهذا شيء أنا استفدت شخصيا من بطلال، لما أقولك لا يجب أن يقف الطموح عند حد. نعم. وإن شاء الله تكون بطلال يكون لك براس أنت وزملائك سواء منصور أو عبد الرحمن. الكلمة الأخيرة لك لا شك قمرنا قمر الكويت. الحقيقة أنا جدا مستمتع بوجودي وياك، الحقيقة هاي فرصة تاريخية نصور مع بطل أولمبي حافظ على الإنجاز بشكل مميز لسنوات طويلة. إذا تحب تهدي هذه الميدالية وتشكر، فتشكر من بعد الله سبحانه وتعالى وتهديها لمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الميدالية ما يتم أو ما يحقق حلمي حتى أن أقلدها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه، الله يطول بعمره. وطبعا حلم عند كل رياضي أن يقلد أميرة ويقلد والدة. قائدة ووالدة. هذا شرف لنا، وأنا كلي أمل إن شاء الله أن أتشرف بلقاء سمو الأمير وأقلد هذه الميدالية، وأكون يعني رديت جزء بسيط من جميل الكويت وجميل سمو الأمير. فأهدي هذه الميدالية لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله ورعاهم وأطال الله بعمرهم إن شاء الله. وكما أهدي هذا الفوز لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، وإلى جميع الوزراء في الدولة الذين قاموا بجهد كبير لرفع مستوى الرياضة بالكويت، وإلى أخي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وجميع أعضاء مجلس الأمة الكرام، وإلى الشعب الكويتي وإلى الحكومة الرشيدة. وكما أهدي هذا أو أشكر في هذه المناسبة كل من قام بدعمي أو ساعدني في أي كان، وكل الشكر لوزير الشباب الأخ عبد الرحمن إبداح مطيري، ورئيس اللجنة الأولمبية الأخ فهد ناصر صباح الأحمد، والأخ حمود فليطح مدير الهيئة العامة للرياضة، ورئيس نادي الرماية الكويتي الأخ دعيج خلف العتيبي. وكل الشكر لمعلمي، هذا لن أنساه أبدا أبدا، الشيخ سلمان صباح السالم الحمود رئيس الاتحاد الآسيوي ورئيس النادي الفخري. كل الشكر لكم، ويسمحوا لي إذا ما ذكرت شخص في هذا الشكر، فكل الشكر للجميع على ما قاموا فيه ودعموني في هذه البطولة. وإحنا بالنهاية نشكرك ونشكر أيضا بطلنا القادم إن شاء الله منصور، وتمنى لك يا أبو طلال موفور الصحة والعافية، وأنك تمتعنا إن شاء الله دائما في تواجدك ومؤازرتك حتى لإخوانك الشباب وأبنائك، وبالتالي أنت فعلا بطل يعني لا يمكن أن ينساك الشعب الكويتي، على اعتبارك حققت وسوف تحقق بإذن الله تعالى الشيء الكثير من خلال تواجدك ودعمك للرياضة والرياضيين. شكرا جزيلا لك. وهذا حلمي. واحنا ايضا يعني نشكرك لتواجدك اليوم ويانا، انت جاي من السفر يمكن بالامس الوفد كله وصل وكان مرهق يعني بعد رحله طويله باليابان، لكن ايضا يعني ارادوا ان يكونوا معنا اليوم، وكل العذر يعني حقيقه لابطالنا اللي ما قدروا يحضرون اليوم. بالنهايه لكم تحيات الفريق العامل في هذه الحلقه الخاصه لتتويج وتكريم ابطالنا ابطال الرمايه، مع السلامه. يكسر بإيده الصخر من بعدها تقدر تقول
من ذا التوتر.